صباح الخير شباب. اليوم عندنا خط دفاعنا الأول، ونحن وياكم سعيدين بوجودهم. دكتورة جلثم محمد، خبرينا عن استعدادات المستشفيات وجاهزيتها. طويل العمر، طبعا احنا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع فعلنا خطط الطوارئ والأزمات اللي كانت معدة مسبقا. احنا خط الدفاع الأول بتسمية من قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، فاحنا مستعدين وجاهزين لأجل الوطن. الدكتور عارف، طمنا عن المرضى الموجودين في المستشفيات وعلى نسب التعافي. نحن موجودين طال عمرك، موجودين على الأرض في الميدان، ولله الحمد الأمور كلها ميسرة والأمور كلها طيبة، ونبشر طال عمرك الجماعة كلهم على قد الوعد وموجودين على الخط الأمامي، يعني الكل يشيد بقيام الجهود من كل الأفراد. الأخت أسماء، طمنيني عن أبطالنا الممرضين والممرضات في خط دفاعنا الأول. هذا أقل ما يمكن تقديمه للإمارات. أقسمنا أن نكون دوما من وسائل رحمة الله، سنظل أوفياء للقسم النبيل. قيادتنا الرشيدة جعلتنا من أرقى شعوب العالم. اليوم آن الأوان أن نرد بعض من هذا الجميل. الحمد لله، بس شدوا حيلكم، نحن وياكم، واطمئنوا، وإخواني الوزارات راه مستعدين على أي شيء تحتاجونه. عبد الرحمن العويس، شو آخر تطورات الفحوصات؟ أبشرك طويل العمر، لربما نحن نسبة وتناسب مع عدد سكان طويل العمر نحن الأعلى عالميا. طبعا المعدل عندنا يقارب 30,000 يوميا، يزيد وينقص طويل العمر حسب الاستهداف، والحفاظ على البعد الاجتماعي في راحة الناس وعطائهم متنفس. هذا واجبنا كلنا. يعني الأخ سلطان المنصوري، شو توافر السلع؟ طويل العمر، بالنسبة لنتائج متابعتنا لأوضاع الأسواق في الدولة وتوافر أيضا السلع في أسواق هذه الدولة، تم تشكيل لجنة طوارئ. اللجنة هذه مسؤولة عن متابعة تأثير أزمة كورونا على الأسواق. السلع الحمد لله متوفرة في الأسواق وهي بكميات كافية، فنتمنى لهم إن شاء الله رمضان كريم بإذن الله.